موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أن يعمل سوء أن يجز به ولا أجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال ابن جرير رحمه الله عن الضحاك في قوله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. قال: تخاصم أهل الأديان، فقال أهل التوراة: كتابنا أول كتاب وخيرها، ونبينا خير الأنبياء. وقال أهل الإنجيل نحو من ذلك. وقال أهل الإسلام: لا دين إلا دين الإسلام، وكتابنا نسخ كل كتاب، ونبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأمرنا أن نعمل بكتابنا ونؤمن بكتابكم. فقضى الله بينهم فقال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ثم خير بين الأديان ففضل أهل الفضل فقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، إلى قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. عن ابن عباس في قوله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، إلى ولا نصيرا، من يعمل سوء يجز به ولا يلد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال: تحاكم أهل الأديان فقال أهل التوراة: كتابنا خير من الكتب، أنزل قبل كتابكم، ونبينا خير الأنبياء. وقال أهل الإنجيل مثل ذلك. وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام، كتابنا نسخ كل كتاب، ونبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا. فقضى الله بينهم فقال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وخير بين أهل الأديان فقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم. عن أبي صالح قال: جلس ناس من أهل التوراة وأهل الإنجيل وأهل الإيمان، فقال: هؤلاء نحن أفضل، وقال: هؤلاء نحن أفضل. فأنزل الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ثم خص الله أهل الإيمان فقال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. نريد أن ننبه أنه على هذا القول، وهو أن هذا في المخاصمة بين أهل الأديان، ليس التفضيل هنا مجرد أفعل تفضيل كأنها كلها حسنة ولكن الإسلام أفضل، بل كما تضمنت الروايات قال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام. وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين، أن التفاضل بين الأديان ليس كالتفاضل مثلا بين المذاهب الإسلامية، أنما نقول مثلا بالمذهب الشافعي أحسن، ومن تعبد بمذهب مالك فذلك جائز أو ذلك حسن وهذا أحسن. هذا بإجماع المسلمين ليس كذلك،
وهذا لا يفهم من كلام هؤلاء السلف رضوان الله عليهم. ولكن على هذا القول، معنى هذا التخاصم وهذا التحاكم أنه ليس بمجرد الانتماء يكفي الإنسان، ليس بمجرد الانتماء ينجو الإنسان، ليس بمجرد الأماني يثاب الإنسان لأنه من أهل هذه الأمة، بل من يعمل سوءا يجزى به. وأسوأ السوء الذي يجزى به أهل الكفر والشرك من أهل الكتابين أن يكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأن يكذبوا القرآن، فضلا أن يشركوا بالله أن يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح. ولا يصح أبدا أن تفهم هذه الأقوال التي هي كما ذكرنا نوع من الاجتهاد، قاله طائف من السلف كما سمعتم أنهم يرون أن التفاضل بين أهل الأديان إنما هو التفاضل بين جائز وهو أفضل. هذا ليس بقول أحد من قول أهل الإيمان، بل كما تضمنت أقوالهم أنه لا دين إلا دين الإسلام، لا دين إلا الإسلام. وأما التفاضل بين المؤمنين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أتباع موسى والمؤمنين من أتباع عيسى، فهذا نعم فيه تفاضل، لأن كل أمة منهم في زمنها من أهل الإسلام والإيمان، هم المسلمون في زمنهم، وليس بين القائمين الذين بلغتهم رسالة عيسى فكذبوه، أو الذين بلغتهم رسالة محمد فكذبوه من اليهود أو من النصارى، فضلا عمن كان كافرا في الأصل من اليهود والنصارى الذين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا، الذين قالوا عزير ابن الله، والذين قالوا أن المسيح ابن الله، الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الذين كذبوا المسيح صلى الله عليه وسلم من اليهود بعد أن بلغهم خبره الصحيح. هؤلاء كفار قبل ورود القرآن، قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوه، فكان ذلك كفرا على كفر وباءوا بغضب على غضب. لابد أن ننتبه إلى هذه المسائل المهمة. عن الضحاك قال: افتخر أهل الأديان فقالت اليهود كتابنا خير الكتب وأكرمها على الله، ونبينا أكرم الأنبياء على الله، موسى كلمه الله قبلا وخلا به نجيا، وديننا خير الأديان، وقالت النصارى عيسى ابن مريم خاتم الرسل وآتاه الله التوراة والإنجيل، ولو أدركه موسى لاتبعه، وديننا خير الأديان، وقالت المجوس وكفار العرب ديننا أقدم الأديان وخيرها، وقال المسلمون محمد نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء، خاتم النبيين وسيد الأنبياء، والفرقان آخر ما أنزل من الكتب من عند الله، وهو أمين على كل كتاب، والإسلام خير الأديان، فخير الله بينهم، فقال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل. قال ابن جرير: وقال آخرون: بل عنا الله بقوله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أهل الشرك به من عبدة الأوثان. أن الخطاب ليس بأمانيكم يا قريش يا أهل الشرك، ولا أماني أهل الكتاب. عن مجاهد في قوله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، قال: قريش قالت: لن نبعث ولن نعذب،
الرواية الأخرى قال: فأنزل الله من يعمل سوء يجزى به. عن مجاهد قال في الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به. قال: قالت العرب لن نبعث ولن نعذب. قالت اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. عن مجاهد: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال قريش وكعب بن الأشرف: من يعمل سوء أن يجزى به. عن ابن زيد في قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى آخر الآية. قال: جاء حيي بن أخطب إلى المشركين فقالوا له: يا حيي، إنكم أصحاب كتاب، فنحن خير أم محمد وأصحابه؟ فقال: أنتم خير منهم، فذلك قول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون هؤلاء ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم قال للمشركين: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فقرأ حتى بلغ: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون. وعد الله المؤمنين أن يكفر عنهم سيئاتهم، ولم يعد أولئك. وقرأ: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. عن مجاهد: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. قالت قريش: لن نبعث ولن نعذب. وقال آخرون: عني به أهل الكتاب خاصة. عن الضحاك: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، الآية. قال: نزلت في أهل الكتاب حين خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. عد هذا القول قسم مستقل، قول ثالث ليس بظاهر، لأن رواية الضحاك صريحة في أنها في التفاضل الذي كان بين أهل الأديان، وليس أن هذا قول مستقل. نزلت في أهل الكتاب لما تخاصموا مع المسلمين، وهذا قوله، وليس لأنه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فمن المخاطب إذا كان الكل هم أهل الكتاب؟ فعد هذا قول ثالث ليس بصحيح. قال أبو جعفر: وأولى التأويلين بالصواب في ذلك ما قال مجاهد، من أنه عنا بقوله: ليس بأمانيكم مشرك قريش. سبحان الله أنه ابن جرير هنا ما قالش أولى التأويلات، قال أولى التأويلين، اللي هما تأويلين اثنين فعلا، من الخطاب للمسلمين وأهل الكتاب، أو الخطاب للمشركين من قريش وأهل الكتاب. قول الضحاك ده ليس قولا ثالثا. قال: إنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لأن المسلمين لم يجري لأمانيهم ذكر فيما مضى من الآي قبل قوله: ليس بأمانيكم، وإنما جرى ذكر أماني نصيب الشيطان المفروض يعيدهم ويمنيهم. قال: وذلك في قوله: ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، وقوله: يعدهم ويمنيهم. فإلحاق معنى قوله: ليس بأمانيكم، بما قد جرى ذكره قبل أحق وأولى من ادعاء تأويل فيه لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل، ولا أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا إجماع من أهل التأويل. يعني وقوع المناظرة دي ليس فيها حديث واحد صحيح مرفوع، كلها مراسيل
والمتصل منها عن ابن عباس ضعيف الإسناد في وقوع هذه المناظرة، وأن الآية نزلت في التخاصم بين أهل المدينة. لا خبر على أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع من أهل التأويل، وإذ كان ذلك كذلك. فتأويل الآية إذن: ليس الأمر بأمانيكم يا معشر أولياء الشيطان وحزبه التي يمنيكموها وليكم عدو الله، إنقاذكم ممن أرادكم بسوء ونصرتكم عليه وإظفاركم به، ولا أماني أهل الكتاب الذين قالوا اغترارا بالله وبحلمه عنهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ولن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو صفا. قال الله، قال: فإن الله مجاز كل عامل منكم جزاء عمل، من يعمل منكم سوءا أو من غيركم يجزى به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. معنى الآية: إذا أردتم أن تدخلوا الجنة فآمنوا واعملوا الصالحات. ولو مما يدل أيضا على صحة ما قلنا في تأويل ذلك، أنه عني بقوله ليس بأمانيكم مشرك العرب، أنه قال، أنه كما قال مجاهد: إن الله وصف وعد الشيطان ما وعد أولياءه وأخبر بحال وعده، ثم أتبع ذلك بصفة وعده الصادق بقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا. قد ذكر جل ثناؤه مع وصفه وعد الشيطان أولياءه وتمنياته إياهم بالأمانية بقوله: يعدهم ويمنيهم، كما ذكر وعده إياهم الذي هو أشبه أن يعني أن يتبع تمنيتهم إياهم من الصفة، بمثل الذي أتبع عيدته إياهم به من الصفة، يعني يعدهم ويمنيهم. يبقى ليس بأمانيكم، يبقى من أماني الشيطان، فهذا هو الأقرب. وإذ كان ذلك كذلك صح أن قوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به. أجل ربنا ذكر أن الشيطان يعدهم ويمنيهم، فوعد الشيطان ذكر جل ثناؤه صفة وعده: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى ذكر وعد الشيطان وحقيقته وصفته، وذكر وعد الله عز وجل للمؤمنين. يبقى أن يكون مناسبا يعني تمني الباطل من أماني الشيطان من نصيب المفروض أن يذكر صفته، تمني يعدهم ويمنيهم، فقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكبد، من صفة تمنية الشيطان أولياءه النصيب المفروض. فهذا ذكر، ثم بعد ذلك ذكر ما يريده أهل الإيمان من قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مسلم. يبقى ذكر حال وعد تمنية الشيطان لأهل الكتاب، يبقى هذا من تمنية الشيطان، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، هذا من تمنية الشيطان. إذن هذا في مشركي قريش وفي أهل. يقول: وإذ كان ذلك كذلك صح أن قوله ليس بأمانيكم وما ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به،
إنما هو خبر من الله عن أماني أولياء الشيطان، وما إليه صائرة أمانيهم مع سيء أعمالهم من سوء الجزاء، وما إليه صائرة أعمال أولياء الله من حسن الجزاء. وإنما ضم جل ثناؤه أهل الكتاب إلى المشركين في قوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لأن أماني الفريقين من تمنية الشيطان إياهم التي وعدهم أن يمنيهموها بقوله ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.